هي قلق الخيل وخوفها طبيعة فيها. اللي ما يفهم فخيل ما يعرفها، أغلب الناس اللي ما يفهم فخيل يتوقع عن الخيل أو حتى الإبل وغيرها. طبعا مع جفة الإبل أقل من جفة الخيل، بس يعني بشكل عام المخلوقات هذه الإبل الخيل إلى آخره يتوقع أنها مقدمة شجاعة ما تخاف ما تهاب، ما يدري أنها تجفل أو خوافة، ما يدري أن الحصان بالنهاية يخاف من ظله، ما عنده خبرة في الخيل، فيشوف حجمها وكبرها يتوقع أنها زي المخلوقات الأخرى، ما يدري أن البس يخاف منك أقل من الحصان أو الكلب أذكر يخاف منك أكثر من الحصان إلى آخره. ولكن هذا الحصان القلق يتعامل مع تعامل صحيح وعاجز عن الهروب، أو يتعامل مع تعامل خاطئ وما قدر يهرب واضطر يندفع تجاه الشيء اللي خايف منه، يكون اندفاع جنوني. زي لما يقولون انتبه من ضربة الخايف، انتبه من اندفاع الحصان عليك وهو خايف. فخيل مثلا الشرطة في أوروبا وإنجلترا وغيرها، أو خيل الحرب سابقا إلى آخره لما تقدم قاتل مع رعاية إلى آخره، اللي يفهم في الخيل يعرف أن سبب الشيء هذا هو القلق الخوف. القلق أو الخواف أو الجافل إذا لم يستطع الهروب أصبح هجومة أو دفاع عن نفسه جنوني. لك لاحظ الخيل لما تهجم إقدامها عليك سواء هجوم حقيقي أو مثلا خيل فاتحة جنب بعض ومندفع وتصدم اللي قدامه زي خيل سباق وغيره، ما عنده مانع يدخل في السيارة اللي قدامه، يدخل في الجدار اللي قدامه، لأن الخيل جنبه فاتحة وفاتحين كلهم سوا، خاص ما في مخ. الأسود والنمور المخلوقات المفترسة ما تسوي سواتها، لأنها ويهاجم ممكن باخر أحد تردد، لأن أصلا تفكيرها منطقي زي البشر. لكن الخيل هروب، إذا ما قدر يهرب واندفع قدام باتجاه الشيء اللي خايف منه إذا تصرف جنوني. فحتى قتالها في المعارك أو خيل منطلقة جنب بعض سباق سرعة وغيره اصدمت القدام، اصدمت سيارة، اصدمت درابزين، اصدمت جدار إلى آخره، سبب القلق هو قلقان وفاتح جنب الخيل يجنبه أثناء خوفه وجفلته. كيف الحالة هذه الحصان لما جفل رديته، افرض أنه لما جفل ورديته وراه شيء وما قدر يهرب منه بيضربه، يعني صوت السيارة الشكمان اللي صفق، افرض أنه شيء بغى يضرب الحصان، هنا خاف وعرف أن شيء ما أدى وأني أنا تعاملي صحيح فجفل محله. طبعا تعاملك خطأ بيحوسك لأن الشيء الوخيف ما أدى بس تعاملك خطأ فنجح في الجفلة والهروب. لكن افرض أنه ما نجح في الهروب زي هنا، لكن الشيء أدى رمح أو سيف طعنه إلى آخره زي في الماضي المعارك وحروب وغيره، إذا ما قدر يهرب عنه شو يسوي؟ ما لن يدافع عن نفسه، ضرب رفس بالإقدام عليه قدامه يعض إلى آخره. طب إذا اندفع عليه ونجح خلى الخصم يوخر، خلى الخصم ينحاش، خلى الخصم يهرب، يبدأ يقدم إقدام جنوني. فإقدام الخيل في المعارك والحروب سابقا ما يعني أن الخيل قديما شجاع أو الخيل الحين جبانة أو أنه خوافة، يعني ثلاث أمور. الأمر الأول أن الراكب تحكم بالحصان، هذا أهم شيء، فالحصان ما يقدر يهرب أصلا، بما أنه ما يقدر يهرب ما إلا يدافع عن نفسه، وإذا دافع عن نفسه ونجح يصير دفاع عن نفسه جنوني يبدو أنه شجاع، لكن الواقع أن سبب دفاع عن نفسه القلق وليس الشجاعة. رقم اثنين التدريب، الراكب درب على فكرة أن يهجم على الخصم ومع الوقت تعود، خاصة أنه قادر على رد على الهروب وقادر على الهجوم. رقم ثلاثة الجماعة، لما يكون الحصان خاصة في أوروبا وغيرها في نظام الاقتحام، لما يجيك 100 راس 200 راس 300 راس مثلا في الروم وضع فارس والروم وغيره عدد كبير جدا آلاف أو الألف حصان صافين جنب بعض فاتحين، لو خمس روس تفتح جنب بعض في وقتنا الحالي الحصان فاتح هاد جنبه خمس خيل هادة، لو قدامه جدار ما عنده مانع يدخل فيه، لأن خلاص قيلت القطيع إنك أهرب ودبر عمرك بانسيابية قدرت ولا طز، ما بالك لو جنبه ألف حصان فاتحين اقتحام على الخصم ما يوقف إلا لو حاول يوقف الراكب أو حاول يرد الراكب، هذا انقدر خاصة كان ركوبه خاطئ ومو بجيد. إذن إقدام الخيل في المعارك والحروب سابقا أو في الوقت الحالي في حالات معينة ما لها علاقة بشجاعتها وقوتها ولا الخيل الأخرى جبانة، اللي يصير قلقها هو اللي يخليها بسبب القلق تسوي شيء جنوني، بل يعني إن قلقها وخوفها أكثر من قلق خيلك وخوفها، يعني باختصار الحصان اللي بحرب في الماضي قد يكون أقل شجاعة من حصانك، لكن قلق أو خوف خلاه لما يهجم أو يلعب أو يدافع عن نفسه دفاع عن نفسه جنوني. لما يقول انتبه من ضربة الخايف، وقيس على النقطة هذه عرف القلق اللي يصنع قلقان، وش القلق؟ راكب صباح اليوم متحمس براد وهو مرتج، عرف القلق. كل واحد يفسر التفسير اللي يبغاه، بس القلق منطقي حتى في البشر هو شيء نفسي يجعلك تفعل أشياء جسدية فيزيائية، ولا يعني الطفل قلقان نفسية من مكان معين فمدخله، قلقان نفسية من مكان معين فطلع منه، قلقان نفسيا في مكان معين فنط عور نفسه ضر نفسه، قلقان نفسيا هو يزق السيارة وصدم. طيب إذا القلق النفسي هذا ما أدى إلى خطأ فيزيائي، بالعكس قلقه النفسي خلاه يسوي الشيء الفيزيائي الصحيح مو بالخاطئ، بعده بسلبي بس ذكر حصان. لما يكون حصان في قمة القلق وأثناء قلقه مو بس ما فقدت التحكم فيه، بالعكس تحكمي فيه زاد،
اني صرت اسوي الثلاث زياده لانه سوى الثلاث زياده فصرت سيطرت عليه زياده وليست اقل. كيف يكون عيب؟ حصان اخر عقلقله وبكرتن وتبتن سليمه بكره وماشي عادي وحتى بكره حر منه اثناء هدوءه ما في تحكم حقيقي. توقف صعب يوقف، توجه صعب يوقف، توجه تحرك صعب يتحرك بصوره مقلق. عمره ما هدى، ابغى يقلق بس اتحكم فيه. اذا القلق الحقيقي هو ان الحصان نفسيا وضعه يأثر على حركاته جسديا مما يؤدي الى فقدان تحكمك به. اما الحصان يسوي شيء نفسي يؤدي الى انه يحترم محله جسديا لكن تحكم فيه زياده ما يقل تحكمك، هذا شيء ايجابي وليس سلبي. ومن ضمن المعارك والحروب سابقا